تطويرات التعليم الإسلامية في مدرسة دارالهدى ترابينتون كمبوديا. المؤسسة سميستا تشجع التربية الدينية في قرية ترابينتون بتجهز الأشياء المفاجئة، وكان من قبل تتعلمون في المنازل المعلمون. ترابينتون تقع في منطقة ستينغترين وهي بعيدة عن العاصمة كمبوديا بنومبين، والمسافة حوالي 9 ساعات. يبلغ عدد سكان كمبوديا 16 ملايين، وأكثر منهم يهودي، أما المسلمين فهم أقلية، فقط 2% أو 260 ألفا مسلمون. قرية ترابينتون تقع 15 كيلومترا من ستينغترين، وهناك مسلمون المساكين بلغ عددهم تقريبا من 200 شخصا من 80 عائلة، وهنا لا يوجد ماء صافي للشرب ولا الكهرباء المكتفي. كان مبنائي مؤقتا في حالة ضعيفة بعد استخدام 5 سنوات، ولا يسلو الآن ليستخدم الطلاب والطالبات التي بلغت عددهم 120. تشرب السقف، أرضية المطبخ ما فيها مرتاح، خطيرة من تحريق، والأحوال في المهجع والمدرسة في حالة ضعيفة جدا، ولا يستطيع أن يستقبل بالطلاب الجديد الذي جاءوا من قرية أخرى. بالنسبة إلى أقلية مسلمون والخبراء إسلامية، إنهم تتعلمون دراسة إسلامية أساسا والقراءة القرآن فقط، وما تنفعهم المساجد والمدارس ومصحف القرآن الذي يتبرأ من والي الإسلام آخر. نخطط لنا المشروع في ترابينتون لتكون مدرسة دار الهدى جيدة ومرتاحة لكل مسلم والمسلمات، واقترحوا ببناء 8 فصول والمكتبة والمهجع لبني والبنات حتى بكون 250 طلاب ومصلى بعد. قال المفتي الكمبوديا هاجي قمر الدين إن هذه المدرسة تستخدم مخطط دراسي إسلامية ودراسة القرآن جيدة، يدل على مخطط من مكتبة إسلام سانجور ومكتبة إسلام بلنتاين. أما الدراسة القرآنية تستخدم القاعدة السهلة وسريعة أباهتا، وتتعلمون اللغة العربية والملايوية، وهذا تساعد الطلاب والطالبات تواصل دراستهم في أي جامعة من دول الإسلامية، وتعلمهم كمبيوتر وفوكيشنال لتحصل الأعمال. قال المفتي نجب علينا أن نأخذ هذه الفرصة حينما رئيسون كمبوديا تعطينا إنشاء وانتشار الإسلام بالنسبة إلى بوذي حان أضعف من قبل، وهذه المدرسة سنبرر داعي ممتازة من كمبوديا. التكلفات لهذه المبنى تكون حتى 200 ألف دولارات، ونرجو مساعدة من مؤسستنا والجهات المانحة من الخارج على هذه الجهود. هيا معا نساعدهم لنواسع وتطوير وانتشار التعليم الإسلام في بلاد المسلمون أقلية إن شاء الله بجهودنا لإنتاج الإسلام العظيم في كمبوديا.